اسبانيا وتحت عنوان افضل تشكيله في تاريخ كره القدم، طرحت صحيفه ماركا الاسبانيه الشهيره التشكيله الافضل في التاريخ بحسب مقاييسها الخاصه. التشكيله ضمت اسماء لا تنسى في عالم كره القدم لكنها مثيره للجدل ايضا. الخطه التي اختارتها الصحيفه هي 3-4-3، طبعا خط الدفاع المشكل من 3 لاعبين فقط يضم بينهم ظهير ايمن، وهو ما لا يتوافق مع التكتيك او مع خطه المدافعين الثلاث. هذه الاسباب تجعل من التشكيله ضعيفه جدا وغير واقعيه، وقد يكون غرضها يمكن تسويقيا. وعليكم هذه التشكيله. في حراسه المرمى الاسباني خوسيه انخيل اريبار حارس اتلتيكو بالباو سابقا، وفي خط الدفاع بمركز الظهير الايمن كان البرازيلي كافو حاضرا، وبالايسر الايطالي باولو مالديني، وقلب دفاع الالماني بيكن باور. وفي المحور الاسباني تشافي هرنانديز الى جانبه 3 لاعبين بالوسط هم الفرنسي زيدان والارجنتيني مارادونا والهولندي يوهان كرويف، لكن خط الوسط لم يضم اي لاعب من اصحاب النزعه الدفاعيه، وهذا برايي نقطه ضعف لهذه التشكيلة، وبسبب وجود أسماء كثيرة في الهجوم تم اختيار كل من الأرجنتيني ميسي والبرازيلي بيلي والإسباني دي ستيفانو. طبعا عشاق ريال مدريد لم تناسبهم هذه التشكيلة لعدم وجود كريستيانو رونالدو وكاسياس في التشكيلة الأساسية. طبعا ضمت في خط الاحتياط الحارس كاسياس روبرتو كارلوس وأوزيفو لكريستيانو رونالدو والفرنسي ميشيل بلاتيني.